لكن في الغربال في ايه بقى في النشر الصحفي بعد هذه المباراه؟ واحنا دايما وابدا بنبقى معنيين، النشر سلبي او النشر ايجابي لازم بنتعرض له، ما بنحطش راسنا في الرمال، بس قدام حاجات تستحق التعليق وتستحق المناقشه هنناقشها، لكن حاجات احتفاليه واحتفائيه وفيها نوع من التشفي ونوع من المكايده، لا. بص يا استاذ، احنا عارفين ان الموائد والمكائد منصوبه، المكائد والموائد منصوبه.